دايما بيكون في ناس عندها مشكله في شرب الميه. المشكله بتكمن في ان احنا بننسى نشرب ميه. يعني احنا عندنا مثلا فصل الشتاء ده تقريبا ما بنشربش فيه ميه خالص. الصيف احنا مش متعودين بقى خلاص ان احنا نشرب ميه، فبالتالي مثلا ممكن نشرب اي حاجه من المياه الغازيه، نشرب عصاير، لكن شرب الميه تحديدا بيبقى يعني مش مهتمين بيه قد كده. لكنه من الحاجات الاساسيه جدا في حياتنا اليوميه، خصوصا في فصل الصيف. وللاسف في ناس كتيره جدا ممكن تكون مهمله في شرب الميه، خصوصا مع ارتفاع درجات الحراره اللي كل يوم والتاني بتزيد. ده يمكن هيخلينا نجاوب على مجموعه كبيره جدا من الاسئله المهمه، اهميه شرب الميه بس في فصل الصيف. يعني حقيقي ليه شرب الميه مهم في فصل الصيف، وليه الحرص على شرب كميات كبيره من الميه في فصل الصيف ممكن يكون بيمنع عنا يمكن امراض خطيره احنا ما نعرفهاش؟ طب هل ممكن احنا نبدل الميه دي بمثلا شرب عصير او شرب مياه غازيه زي ما كان شاذلي بيقول؟ شرب المياه بكميات كبيره ممكن يساعدنا على ان احنا نفقد وزننا، اهتمام بشرب الميه ممكن ينشط الذاكره، يحسن من ملمس البشره عند السيدات، وده يمكن حاجه بنهتم بيها كلنا. دي اسئله كتيره قوي هنجاوب عليها النهارده مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتوره ريهام صفوت، استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم. صباح الخير. صباح الخير. ليه بننسى نشرب ميه يعني في فصل الصيف؟ ليه بنهمل شرب الميه؟ يعني انا مثلا واحده من الناس ساعات كتيره اشرب الحاجات اللي هي اللاتيه الساقع، مش عارفه ايه الحاجات دي، بس ما يجيش في بالي اشرب ميه. ليه بنهمل الميه؟ الحقيقه انه هي عاده، يعني احنا لو عودنا نفسنا على شرب الميه هتلاقي نفسك بداتي تعطشي وبداتي انك انت بتطلبي الميه اكتر واكتر. لكن احنا طول ما احنا بعيد عن العاده دي هتلاقي خلاص جسمنا اتعود انه ما فيهوش ميه، بس المشكله في العواقب اللي هتحصل نتيجه نسيان شرب الميه خصوصا في فصل الصيف. خلينا نتكلم الاول ايه فوائد الميه. يعني احنا جسمنا 60% منه ميه، يبقى اذا ده بيبين اهميه قد ايه انا محتاجه ان انا يبقى في جسمي ميه طول الوقت عشان احافظ على النسبه دي. طيب النسبه دي فين موجوده؟ فين موجوده؟ في القلب، موجوده في الرئه، موجوده في الجلد، موجوده في الشعر، موجوده في المخ، موجوده في العضلات، موجوده، يبقى موجوده في جميع خلايا جسمي بصوره كبيره جدا، او هي اساس تقريبا كل الخلايا بتاعت جسمي. طيب انا لو ما شربتش ميه وانا بعرق، انا بعرق في العادي، احنا في ميه بتخرج من جسمنا لانه احنا الجسم بيحافظ على درجه حرارته طول الوقت. فالحفاظ على درجه حراره الجسم ده او العمليات الحيويه كمان اللي بيقوم بيها الجسم ده بيخلينا نفقد ميه من جسمنا، يبقى لازم نعوضها. طيب احنا لو ما عوضناش ده هيحصل ايه؟ هيحصل خلل. خلل في ايه؟ خلل في المعادن بتاعه الجسم كمان، او اللي هي الالكترولايتس، العرق اللي بيطلع او الميه اللي احنا بنفقدها عن طريق الاخراج، عمليات الاخراج مثلا. كل الكلام ده بيخلينا نفقد املاح مهمه من جسمنا، وبالتالي فقدان الاملاح دي بدون تعويضها هيؤدي الى مشاكل صحيه كبيره جدا. طب نتكلم عن فوائد الميه. نمره واحد طبعا في الفم، ده بيحمينا من تسوس الاسنان وبيحافظ على صحه الفم. اول مره اعرف المعلومه دي. طبعا، لانه انا ده بيحمي من الجير او تكون الجير على الاسنان، فده هيساعد على انه دايما سناني تبقى بصحه جيده. نمره اتنين هتلاقي انه الشعر زي ما قلنا بيحمي من التقصف، بيحافظ على الزيوت بتاعه الشعر. بالنسبه للجلد اللي بيطلع له التجاعيد، انا اعرفه ان فايده الميه او الاكل عامه بتروح للجلد والشعر اخر حاجه بدل ما تبقى غذت كل الاعضاء. لازم الجسم ياخد طبعا كل كفايته وبعدين بيروح للجلد والشعر، زائد ان الجلد والشعر طبعا محتاجين بروتين ومحتاجين حديد ومحتاجين كالسيوم، يعني في حاجات تانية كتير. الجلد مثلا الناس اللي هي بيطلع لها بدا يطلع لها تجاعيد خفيفه او كده، على فكره ممكن تكون التجاعيد دي مش تقدم سن، ده ممكن يكون بس مجرد الجفاف بتاع الجلد. طيب نيجي نتكلم على الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مهم جدا الميه ليه، لانه انا لو ما خدتش كفايتي من الميه انا هعاني من الامساك. وبالتالي الناس اللي بتيجي مثلا العيادات وتقول انا ما بخسش بسهوله، انا الاسبوع ده ما خستش، انا هتلاقي ان مشكلته انه عنده امساك مزمن. طيب اديني ملينات يا دكتوره. انا مش هدي ملينات، لازم الاول نصلح اسلوب الحياه اللي احنا ماشيين بيه. يعني اول حاجه نشرب ميه كويس، قد ايه مثلا؟ نتحرك بطريقه بسيطه جدا. لو وزنك 70 تقسم على 7 يبقى 10 كوبايات.
لو وزني 70 يعني احنا هنقسم على 7 الوزن فيطلع لك عدد الكوبايات اللي وزني 80 قاسم على 8 يبقى 7 كله 7 كله ايوه كله 7 وزني 90 قاسم على 9 وزن يبقى اذا انا محتاجه تقريبا لترين في اليوم ميه. طيب ايه اللي بيختلف على مدار اليوم؟ طيب ولا ممكن اخلص اللترين بتوعي دلوقتي وانا قاعد وانا فاكر؟ خلي بالك انه انا لما بشرب لتر ونص مره واحده انا الجسم بياخد حاجته وحاجه الخلايا بتاعته وبتخلص من الباقي فبفضل طول اليوم بقيه اليوم في الحمام. وده اللي بيحصل في رمضان، الناس اللي هي بتشرب كميه ميه كبيره قوي وقت السحور وتلاقي طول اليوم بقى هي في الحمام وعطشانه. طب استفادت بقى ولا ما استفادتش من الميه؟ انا لازم اوزع الميه بتاعتي على مدار اليوم علشان الخلايا بتاعتي تستفيد منها. اذا انا الموضوع الميه ده لازم يكون اسلوب حياه. يعني بص انا بقول لك اسلوب حياتنا ان احنا هناخد 2 لتر في المتوسط مثلا ميه في اليوم، ال 2 لتر دول لازم يكونوا متوزعين. طب في حالات خاصه بقى، في واحد بيلعب رياضه، اللي بيلعب رياضه ده وخصوصا في الحر او في اجواء صعبه او بيلعب رياضه اكتر من ساعتين واربعه، طب ما هو ده بيفقد ده يقسم على 9 ده ولا 10؟ لا ده ليها حسابات بقى اخرى لانك لازم بتشوفي اللاعب ده وزنه قبل التمرين ايه وبعد التمرين ايه، وبتعوضي الفاقد من الميه ده. ولو تمرينه اكتر من ساعه ونص بتبداي تعوضي له مش بس مشروب رياضي، بتدي له بقى حاجات مشروبات رياضيه عصائر. اللي هي لا مش عصاير، مشروبات رياضية اللي هي تعوض الأملاح كمان اللي فقدها. يبقى أنا بدي حاجات زي مثلا محلول معالجة الجفاف، فيه طبعا مشروب رياضي، في حاجات ممكن تتعمل في البيت، البرتقال متخفف ويتحط عليه ملح بحيث أن أنا أديله الصوديوم اللي هو فقده. يبقى إذن أنا الرياضي غير الشخص العادي، احتياجاته غير الشخص العادي. وفي المتوسط هنقول أن هو محتاج لكل ساعتين من التمرين كل ربع ساعة يشرب ربع لتر، يعني هيشرب 2 لتر حوالي من لتر ونص لترين اثناء التمرين بتاعه. طيب الست اللي بترضع طب ممكن بس واحنا في الرياضيين بشوف ناس كتيره في الجيم دايما متعودين وهم بيتمرنوا يشربوا ميه كتير، ده مظبوط. وفي ناس ما بتشربش خالص بعد ما تخلص تشرب هل في مشكله؟ هل لازم وسط التمرين انا اكون بشرب ميه؟ ده هيبقى افضل كتير وده هيحسن من ادائه بصوره كبيره. لا بس انا واحده من الناس بطني بتقلب فما اقدرش. يعني ما احنا بنتكلم برضو على انه انا لو بتمرن على حسب التمرينه بتاعتي، انا بتمرن اكتر من ساعه ونص يبقى انا لازم ابدل الميه بمشروب رياضي. طب المشروب الرياضي بحطه جنبي كل شويه باخد بق منه، زي ما بتشوفي مثلا لعيبه وهي بتلعب تنس مثلا وهي بتلعب دايما بيبقى جنبهم المشروب الرياضي في اي وقت هم عندهم بريك هم بياخدوا على طول الميه او بياخدوا المشروب الرياضي بتاعهم. اولا هو بيمدهم بالجلوكوز لان هو في نسبه جلوكوز فهو بيمدهم بالجلوكوز. اما اللاعب بيفقد جلوكوز من جسمه مش عن طريق العرق بقى، عن طريق اللعب وعن طريق الطاقه اللي هو بيستخدمها. فلما بيجي يفقد الجلوكوز ده من جسمه بيبتدي اداؤه يقل، فتلاقي نص التمرين الاولاني غير نص التمرين الثاني. طيب انا مش رياضي ينفع اشرب المشروب الرياضي ده؟ لا طب هشربه ليه؟ الا اذا كنت انا في اجواء حاره جدا مثلا، الناس اللي ممكن الناس اللي مثلا اللي هي بتحج، الناس اللي هي مثلا بتمشي فترات طويله في الشمس، الناس اللي هي مثلا يعني بتعمل مجهود كبير انا بعرق وانا محتاج ان انا اخد حاجه تعوض ده. لكن انا شخص عادي انا مش محتاج ان انا اشرب مشروب رياضي، كفايه عليا الميه هتبقى انف جدا. طيب لو اتكلمنا على مثلا الخسسان والفقدان الوزن والكلام ده، هل الميه بتساعد ان انا افقد وزن؟ كل العمليات الحيويه اللي في جسمنا بتعتمد على الميه، وبالتالي انا لو عندي نقص في الميه او عندي ديهايدريشن او عندي جفاف ده هياثر اكيد على فقدان الوزن بتاعي. كمان زي ما قلنا نقطه الامساك، لو في امساك ده هياثر برده على نزول الوزن بتاعي. يبقى اذا انا محتاجه دايما ان انا جسمي يبقى فيه كميه ميه كفايه خصوصا في فتره الدايت. كمان بتعمل ايه الميه؟ بتحسس بالشبع. يعني انا لو خدت كوبايه ميه قبل الوجبه بتاعتي بطني هتتملي، هحس ان انا الوجبه بتاعتي مكفياني وجميله جدا. لو انا جيت مثلا بعد الاكل بساعه مثلا خدت كوبايه ميه، ساعات بيبقى المخ الاشارات بالنسبه له مش عارف يفرق بين الجوع والعطش. فانا دايما لما احس بالجوع وانا عامل دايت مثلا احاول اجرب ان انا اشرب كوبايه ميه
واشوف كده تاثيرها ايه عليا. كمان الميه دي انا لو ضفت لها نعناع، ضفت لها ليمون، ضفت لها ميه ورد، دي فظيعه، ضفت لها خيار، عملتها كل الكلام ده هيحببك في الميه وهيخلي ليها طعم وهيخلي لا دي كمان فوائدها دكتور كبيرة. انه بتخلي اي حد بيعاني مثلا من الامساك، يعني دي حاجه بتعالج طبعاً. على طول فوائدها كبيره جدا للجسم وجود النعناع بيخلص كمان من السموم بتاعه الجسم، وبيساعدك على انك تشرب كميه اكبر لانه طعمها كويس، يعني ليها طعم يعني. طيب كنت بتتكلمي دلوقتي بتقولي بعد الاكل بساعه، هل في توقيتات معينه بالنسبه لشرب الميه؟ لا. سواء قبل الاكل، في نص الاكل، بعد الاكل او كده؟ يعني يفضل ان انا قبل الاكل مثلا علشان اخد كوبايه ميه تملى معدتي وبعدها بشويه اكل، لكن في نص الاكل ده ممكن يعمل عسر هضم او ممكن يعني الهضم ما يبقاش كويس قوي او يحصل انتفاخ مثلا لفتره صغيره بعد الاكل، فيفضل انه يكون يا قبل الاكل يا بعد الاكل بشويه. طيب. ما يبقاش مباشرة تانية. ماشي. في ناس بتعوض المية بشرب مثلا عصاير، شرب نسكافيه، قهوة، كل الحاجات دي فيها مية. أي. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه بقى؟ لأنه المية هي المية، البلين ووتر طريقة الهضم بتاعتها وامتصاصها ده حاجة سريعة جدا، بتوصل للدم بسرعة جدا، غير لما يكون مضاف ليها كافيين، مضاف ليها دهون، مضاف ليها سكر. يعني العصاير دي سعرات عالية جدا، أنا هفضل أبدل الشرب بتاعي. في ناس مثلا، أكيد ناس كتير من اللي سامعيننا دلوقتي عارفين إن هم مبدلين مية بمشروبات غازية مثلا. طب أنت عارف الضرر اللي هيحصل؟ لكن الميه لا، ملهاش ضرر، بالعكس الميه هتفيدني، وكل ما هشرب ميه كويس كل ما ده هيساعد على انه وظائف الجسم كلها، الكلى والكبد والمخ والتركيز اعلى وكل الكلام ده انا هستفيد منه. لكن الافراط بقى في الكافيين، الافراط في السكريات، ده كله هيؤدي الى مشاكل صحيه تانية. طيب ليه دايما بيخوفونا من فكره ان انا اشرب ميه نص الاكل؟ لا هي مش فكرة ان انا ممكن اشرب مية في اي وقت، بس هي ممكن ده يساعد يعني يبقى فيه عسر هضم شوية، او الاكل بتاعي يفضل في معدتي فترة اطول، او يحسسني بالامتلاء، او ممكن كمان الناس اللي هي بيجيلها ارتجاع ده يتعبهم، فاحنا بنفضل ان المية تبقى بعد الاكل بشوية او قبل الاكل. هل فعلا بتحسن الحاله المزاجيه شرب الميه؟ ده اكيد، لان في دراسات بتقول كده، بس انا متاكد منك. ده طبعا، لانه ده بتحسن وظائف الناقلات العصبيه اللي في المخ، وبتساعد على التركيز، وبالتالي بتحسن جدا الحاله المزاجيه. بالعكس بقى، تعالى بقى نتكلم على الجفاف. يعني احنا لما بيحصل جفاف هتلاقي انه في صداع، هتلاقي في دوخه، هتلاقي دايما في احساس انه انت عايز تنام، ما عندكش طاقه، هتلاقي انه طبعا الضغط الدم ممكن يقل، حاله الكلى طبعا ممكن تتاثر. فاحنا الجفاف ده ممكن يبدا من اول الصداع والكرامب، يحصل شد عضلي، لحد ما يحصل لا قدر الله كوما او وفاه. يعني احنا لازم نخلي بالنا برضو من يعني قله الميه في الجسم قد تؤدي الى الوفاه. قد تؤدي الى الوفاه طبعا. اذا انا تمديت، وبعدين في ناس مثلا بيجي لها جفاف ما بتشربش ميه كفايه، وكمان مثلا بتاخد ادويه زي مثلا حاجات الادويه بتاعت بعد شر عن كل يعني الكانسر والادويه دي، فده ممكن يسبب جفاف شديد جدا، ممكن يؤدي الى مشاكل وعواقب صحيه سيئه جدا. فكبار السن لازم برضو نشرب ميه كويس، الرضع، الحوامل لازم يشربوا ميه كويس اعلى من النسب الطبيعيه بالنسبه للشخص العادي. طيب كل ما بيستضيفوا نجمه كده سواء هنا او بره او اي حاجه، يقولوا لها انت ايه سر انك ما بتكبريش؟ ودايما شباب تقول لك انا بلعب رياضه وبشرب ميه كتير. دي حقيقه. هل فعلا الميه ممكن تساعد؟ انه طبعا اكيد في عوامل تانية بتساعد، لكن طبعا. هل فعلا الميه تخلي الانسان شكله يبقى اصغر؟ اكيد شكله يبقى اصغر، لانه هي بتحفز الكولاجين، بتساعد على امتصاص فيتامينات كتير جدا في الجسم، فده بيساعد على انه الشكل يبقى اصغر، او يبقى هو مش اصغر بس، كمان هو شكله صحي، هو ده الاهم. فزي ما قلنا هي بتساعد على ان التجاعيد تبقى قليله، نمره 2 الفيتامينز بتمتص بشكل افضل واصح، صحة الجهاز الهضمي بينعكس على كل حاجة في الجسم، وبالتالي أنا لو حافظت على صحة الجهاز الهضمي بتاعي وحافظت على البكتيريا النافعة اللي موجودة في الجهاز الهضمي بتاعي، ده هينعكس على الشكل، وبالتالي هيبان أصغر وأحسن بكتير.
هل في اعراض ممكن تظهر على الشخص فبتؤكد ان هو بالفعل عنده كفاف، هو يقدر يفهم حاجه زي دي او محتاج انه يشرب ميه؟ طبعا اكيد، احنا زي ما قلنا الصداع، الماسل كرامبس، خصوصا الناس اللي هي بتتحرك كتير او بتعمل رياضه او كده. نيجي نشوف بقى الجفاف بتاع الفم، يبدا يحصل صداع، زغلله، كل ما زادت يعني الصداع والزغلله والحاجات دي ممكن يكون ليها اسباب اخرى، لكن اقصد ان حاجه بس بتؤكد، ممكن يكون ما هو بتؤكد جفاف الجلد، جفاف هو بيبقى عارف يعني يعني ناس برضو بتبقى خلاص عارفه ان هو جسمه ناقصه ميه. جفاف الجلد طبعا من الحاجات اللي في الصيف بتحصل لناس كتير قوي، نقعد نحط في كريمات ترطيب وكده، لكن هو في الاخر محتاج ان هو يشرب كميه الميه بتاعته بصوره منتظمه طول اليوم. دكتور سريعا جدا، الميه السخنه الصبح او الدافيه مهمه بتساعد على فقدان الوزن او لا؟ الميه بتتشرب بدرجه حراره الاوضه العاديه، ولا ساقع ولا سخن، يعني ما سخناش وحط عليها ليمون. هو في الاخر جسمك هيعادل درجه الحراره دي، فهتلاقي نفسك بتعرقي بعد ما شربتيها، فهو هي نفس النتيجه. احنا في الاخر مفيش حاجه سخنه بتنزل تفتت الدهون، احنا الميه الطبيعيه ايا كان درجه حرارتها الجسم بياخدها ويغير درجه حرارتها اكوردنج للجسم بتاعنا، وبالتالي احنا مش محتاجين نسخنها او نسقع. انا من الناس كمان يا دكتوره اللي مهمل جدا في موضوع شرب الميه، لكن يعني بفكر نفسي وبفكر حضراتكم، ازازه ميه كده جنبك وانت قاعد في الشغل، وانت قاعد في البيت جنبك ازازه الميه بتاعتك، هتفكرك حتى ان انت تشرب، حتى لو مش عطشان. ممكن نحط ليمون وخيار ونعناع ونحبب لنفسنا الميه عشان ما نصعبش الدنيا على الناس. لا سهله سهله والله. يعني اما انت كده بقى يعني في ترتيبات وتحضيرات، والله دي احلى، انت يعني دي احلى وصفه، جربها جربها ونجيب دكتور في حلقه تانية ونشوف تاثيرها. شوف النتيجه. نشوف النتيجه. نشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. الدكتوره ريهام صفوت استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين، الف شكر ليك. شكرا ليك يا دكتور.